أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار الثانية ونستهلها بأبرز العناوين. فضيلة المفتي يؤكد أن ما يحدث لليبيا وسوريا واليمن هو تحالف دولي ينفذه عملاء الداخل. موقع عسكري يؤكد تسليم روسيا أسلحة لميليشيات الكرامة. ميليشيات الكرامة تشترط تعيين الشكري محافظا للمصرف المركزي لاستئناف تصدير النفط. إلى التفاصيل، السلام عليكم ورحمة الله. قال فضيلة المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حافظه الله إن أعداء الداخل لم يكتفوا بما تعانيه البلاد من الأزمات الشديدة، بل بادروا إلى سرقة النفط وأعطوه مكافأة لمصر والإمارات. ولم يكفهم ما نحن فيه من المعاناة الشديدة من نقص في السيولة وغلاء في الأسعار وفقد العملة الأجنبية وانقطاع الكهرباء وانقطاع الغاز والوقود وشدة الحياة على الناس وانقطاع الخدمات الصحية والتعليمية والكرب الشديد الذي هم فيه. لم يكفهم ذلك، لم يكفي أعداءنا ما نحن فيه، أعداؤنا من الخارج وأعداؤنا من الداخل. لم يكتفوا بذلك، بل أتوا على ثالثة الأثافي فسرقوا النفط. سرقوا النفط يعني أخذوه بقوة السلاح، قطاع طرق اغتصبوه وسرقوه وأعطوه لأعدائنا مكافأة لهم. يعطونهم الآن، يريدون أن يعطوه للمصريين والإماراتيين، والسعوديون بدورهم يعني سهلوا المهمة. وأضاف فضيلته حفظه الله أن ما يحصل في بلادنا وفي سوريا واليمن هو تحالف دول كبرى تتبادل الأدوار بينها وينفذ عدوانهم علينا أدوات من بيننا. فالذي يحصل الآن في بلادنا وفي غيرها، في سوريا وفي اليمن، هو تحالف صهيوني، تحالف الدول الكبرى تتبادل الأدوار بينها وينفذ يعني عدوانهم علينا، تنفذه أدوات من بيننا، عملاء استعملوهم علينا. فالعدوان عدوان أممي على بلادنا، وهي البلاد التي تطلعت إلى الحرية ورفضت الاستبداد، يريدون رجوعها إلى القهر وإلى المذلة. هدفهم من ذلك هو قهر هذه الشعوب وإذلالها حتى لا تقوم لها دولة، ولا يعني يقام لها شرع ولا يقام لها دين. وأشار فضيلة المفتي إلى أنه برغم تدمير المدن والضحايا، ولكن الأخطر هو ما يتكلم به بعض النخب من انكسار وهزيمة نفسية. ولكن بالرغم من هذه المصاعب الكثيرة، وهي كثيرة، فقد يعني دمروا المدن، هذه المدن دمروها على رؤوس ساكنيها، والضحايا حجمها بالملايين، قتلى وجرحى ومهجرين ومطاردين. بالرغم من هذه المأساة الكبيرة وأنها من الخطورة بمكان، لكن الأخطر منها هو ما صار يعني يتكلم به بعض النخب بيننا وبعض القادة الذين هم كانوا في مقدمة الثورة من الانكسار والإحباط والهزيمة النفسية.
أظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي قيام ميليشيات الكرامة بتعذيب وضرب 3 شبان من مدينة درنة بعد اعتقالهم تعسفيا من داخل المدينة. أكد موقع مينا ديفنس المتخصص في الشؤون العسكرية عن تقديم روسيا خدمات لوجستية عسكرية إلى ميليشيات الكرامة عن طريق ميناء الإسكندرية المصري. قال الموقع في تقرير له الأربعاء أن مصادره رصدت السفينة الروسية ألكسندر كاشينكو بعد مغادرتها مضيق البوسفور وهي محملة بشحنة من الأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية بالإضافة إلى أنواع أخرى من الشاحنات وسيارات الإسعاف. وبحسب الموقع فأن سفينة كاتشينكو حملت شحنتها من ميناء طرطوس السوري باتجاه الإسكندرية مؤكدا بأن الشحنات مخصصة لميليشيات الكرامة مشيرا إلى أن موسكو ترغب في تكرار السيناريو السوري في ليبيا. أفادت مصادر إعلامية الأربعاء بإطلاق سراح القيادي بميليشيات الكرامة محمود الورفلي ووصوله إلى مدينة بنغازي بعد احتجازه لأشهر في مدينة المرج. قال المصدر أن الورفلي قام بتسليم نفسه لقيادة عملية الكرامة مطلع العام الجاري معتبرا أن قضيته شأن عسكري خاص ولا يسمح بالحديث عنه بحسب زعمه. من جهتها أفادت مصادر محلية بفرار الورفلي من محبسه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موالية له نقلته إلى جهة غير معلومة وفقا للمصدر. اشترطت ميليشيات الكرامة تعيين محمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي لاستئناف تصدير النفط. أضاف المسماري بأن قيادة ميليشيات الكرامة تطالب بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق محلية ودولية تتولى التحقيق في مصادر تمويل الجماعات الإرهابية على حد وصفه. كما أكد المسماري احترام قرارات مجلس الأمن ومبادرة باريس الأخيرة. وكانت ميليشيات الكرامة قد سلمت الموانئ والحقول النفطية للمؤسسة النفطية الموازية ببنغازي في خطوة رفضت محليا ودوليا ووصلت حد التلويح بالعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله الثلاثاء مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى ليبيا جوشوا هيريس الأحداث بالهلال النفطي وإعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة في الموانئ النفطية. أكد القائم بالأعمال الأمريكي على دعم حكومة بلاده للمساعي الرامية لإيجاد حل للأزمة الحالية في ليبيا وجدد تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل حكومة. يذكر أن خسائر إغلاق الموانئ شرقي البلاد تكلف الخزينة العامة الليبية خسائر في الإنتاج وصلت إلى 725 مليون دولار حتى الآن. قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران أن أعضاء الدستور اقترحوا عدة بدائل بعد مماطلة مجلس النواب المنحل في إصدار قانون للاستفتاء على الدستور قوبلت بالرفض. عمران في تصريح صحفي الأربعاء أوضحت أن البدائل التي قدمت للنواب هي تفويض المفوضية العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على الدستور أو يصدر المجلس الرئاسي المقترح قانون استفتاء بمرسوم رئاسي، مشيرة إلى أن بعض الرافضين لهذه البدائل متخوفون من الانقسام وكسر صلاحياتهم.
ومعي عبر الهاتف مشاهدينا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور السيد اعتماد المسلاتي. سيدة المسلاتي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام في المستقبل. ما الدافع الذي يدفع أعضاء الهيئة التأسيسية لتقديم بدائل للبرلمان المنحل بعد مماطلته في إصدار قرار أو في إصدار قانون الانتخابات؟ سيد الفاضل، إن الهيئة التأسيسية انتخبت من قبل الشعب الليبي لتأسيس دولة ولوضع دعائم الدولة الليبية، وذلك بوضع دستور جديد. فأنهت مهمتها الهيئة التأسيسية ولله الحمد رغم الصعوبات أنهتها بنجاح، وقد وضع الدستور ولم يبقى على الدستور إلا وضعه على طاولة الاستفتاء للليبيين، لأنه هو عبارة عن مشروع سيادي لا دخل فيه إلا الدولة الليبية، وطلبت منه ووضعته حتى يتمكنوا من وضع قانون الاستفتاء، لأن قانون الاستفتاء حق الليبي أن يستفتى على دستوره. وها نحن ننتظر الآن ما قرابة سنة عندما أنهت الهيئة التأسيسية وتنكأ مجلس النواب عن وضع قانون الاستفتاء. هل لا أدري ما هو الدافع على حرمان الليبيين من تأسيس دولتهم وإقامة دولة مؤسسات وقانون وأن تكون لنا دولة كباقي الدول؟ لماذا يحرمون الليبي من أن يمارس في وضع دستور للبلاد؟ فإن تلكأ مجلس النواب نحن أيضا سلطة منتخبة من الشعب الليبي، ونحن أيضا فرضنا في الشعب الليبي أن نضع دستورا للبلاد، فلن نترك المجال التأسيسي لكي يتلاعب به، وخصوصا بأن الإعلان الدستوري وضع قانون الاستفتاء ولا يحتاج إلى كثير من هذا الوقت الذي أضيع سنة من عمر الليبيين لتأسيس دولتهم، وهم ينتظرون حتى يرحمنا مجلس النواب بقانون الاستفتاء. طيب، آخر المبادرات السياسية سيد الفاضل، مجلس النواب عن ذلك فلدينا بدائل سنضعها وستكون حازمة، ولن نحرم الشعب. طيب سيدة المسلاتي، هناك مبادرات سياسية دولية آخرها اتفاق باريس، والذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري. هذا يتضمن ربما دفع دولي باتجاه الاستفتاء على الدستور. هل هناك طرف دولي أو حتى من بعثة الأمم المتحدة تواصل معكم بخصوص تبني الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت، ربما حتى قبل الوقت المعنى للانتخابات في نهاية هذا العام؟ السيد الفاضل، ان الهيئه التاسيسيه حاولت التواصل وحاولت ان تضغط على البعثه الامميه حتى تكون في الاتجاه الصحيح، وهو اتجاه تاسيس الدوله، ولم يكن اتجاه تاسيس الدوله الا بوضع دستور دائم للبلاد. ولكن نتفاجأ السيد غسان سلامة يصرح بأن ضروري أن يكون هذا الدستور توافقي. لا أعلم ما المقصود بهذا الدستور التوافقي، وقد قمت بنفسي بالاتصال بسكرتيرة السيد غسان سلامة أتساءل ما الدافع الذي دعا السيد غسان سلامة أن يقول دستور توافقي. هل هو الدستور توافقي إجماع جميع الليبيين، وهذا لن يكون في جميع الدساتير في العالم؟ أما إن الدستور توافقي ماذا يريد بعد أكثر من 90% من أعضاء الهيئة التأسيسية الذين لهم دوائر داخل ليبيا وافقوا عليه بنعم؟ كون أن يقولوا بأن الدستور توافقي، الدستور توافقي معناها ليس معناها أن يكون مرضي لجميع الليبيين. قد يرضيني في مادة وقد لا يرضيني في مادة أخرى، ولكن نحن نبحث عن تكوين دولة، نبحث عن تكوين دولة، ولو تنزلنا قليلا عن بعض ما نرغبه في سبيل أن نؤسس دولة. فلا أعلم، البعثة الأممية ما زالت لم تعمل عملها الأساسي، وهو إرساء الاستقرار في ليبيا، وهي تعلم وعلى علم، وكل اجتماعاتنا كنا نقول لها بأن إرساء الاستقرار في ليبيا بوضع دستور ودخول الانتخابات عبر دستور يستفتي فيه الليبيين، وإن هذا الدستور لن يكون
تحت رعايات دولية، لأنه هذا عبارة عن وثيقة سيادية داخل الدولة الليبية التي تحتكم إليها الدولة الليبية بين الحاكم والمحكوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيدة اعتماد لمسلتي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة تنفيذ خطة عمل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة، وأكد شكري الأربعاء على أن المعيار الأساسي في الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية يظل المطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة عناصر مبادرة السلامة التي تبنتها الأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المصري مع نظيره الألماني هايكو ماس بالعاصمة الألمانية برلين عقب اجتماع بحث فيه تطورات الوضع الإقليمي العلاقات الثنائية في يونيو 2017، وهذا يعكس الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين وشعبينا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والمستوى الرفيع للتنسيق القائم بيننا. أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي عمله على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. السلمي خلال كلمته في جلسة البرلمان العربي الأربعاء بالقاهرة أوضح أن تحركهم يهدف للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. استقبل رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج رئيس المنظمة الدولية للهجرة ويليام سوينغ صباح الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وأكد السراج على ضرورة دعم دول المصدر لخلق مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب وإرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية على رأسها مكافحة العصابات التي تتاجر بالبشر. تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد المزيد من اللقاءات بين المنظمة والجهات الليبية المعنية بقضية الهجرة غير الشرعية على مستويات مختلفة. تمكنت الاثنين دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس من انقاذ عدد 25 و100 مهاجر غير شرعي، بينهم 6 اطفال و28 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي غارق، إضافة إلى انتشال 6 جثث كانت في القارب وحوله. ويحمل المهاجرون جنسيات إفريقية، وقد تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية. تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. قالت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت بأسف بالغ نبأ غرق أحد القوارب شرقية شواطئ العاصمة طرابلس، وعلى متنه أكثر من 100 من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون. أشار بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الوزارة قريب الله الخضر على أنهم تواصلوا مع السفارة السودانية بطرابلس. أشاد الخضر بتعاون السلطات الليبية من أجل تسوية أوضاع المواطنين السودانيين، مناشدا السودانيين الراغبين في السفر إلى ليبيا ضرورة الحرص على الحصول على الأوراق الهجرية الصحيحة الدخول والخروج والعبور منها عبر المنافذ الرسمية المعروفة. وكانت الحادثة قد وقعت فجر الجمعة الماضي، انتشلت قوات خفر السواحل نحو 3 جثث، بينما نجا نحو 16 وظل نحو 100 شخص في عدد المفقودين. هذه النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. البعثة الأممية تبحث مع محلي تورغان نزع الألغام بالمدينة والعودة الآمنة للنازحين.
نبشركم بأن ساعة الصف السفر لتحريرها قد دقت. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. نناشدكم الله ثم الرحم يا أبناء ليبيا أن تكونوا عونا لنا على إطفاء نار الحرب وإخماد الفتنة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. هكذا يبدو المشهد في العاصمة الليبية طرابلس التي تعيش على وقع ازدحام في محطات البنزين، حيث امتدت صفوف طويلة من السيارات أمام المحطات في انتظار وصول إمدادات الوقود. هكذا يبدو المشهد في العاصمة الليبية طرابلس التي تعيش على وقع ازدحام في محطات البنزين، حيث امتدت صفوف طويلة من السيارات أمام المحطات في انتظار وصول إمدادات الوقود. لكن المتحدث الرسمي بشركة ليبريغا لتسويق النفط أحمد المسلاتي نفى للتناصح الأربعاء وجود نقص في إمدادات الوقود بمستودعات التعبئة بطرابلس، وأضاف أن عملية استلام النواقل من جميع الموانئ من منطقة الزاوية إلى منطقة طبرق طبيعية ولا يوجد أي مشاكل فيها، مؤكدا وصول الناقلة بولديسا إلى الميناء البحري بطرابلس محملة ب34 مليون لتر، بالإضافة إلى استمرار الشركة في توزيع الوقود على الشركات الموزعة للوقود من مستودع طرابلس النفطي والتي تعمل بكافة قدرتها. وقال المسلاتي في تصريح للتناصح إن عملية تهريب الوقود مسؤولية شركات التوزيع وتخصص الجهات الرقابية والضبطية، منوها إلى أن دور الشركة خدمي يتمثل في توزيع المحروقات. هنا طبعا جينا شكاوي من بعض المواطنين بما ان مثلا يقول لي هنا محطه رقم كذا كذا ما اشتغلتش اليوم، ولقينا في الكشوفات اللي احنا نزودوا بها في المواطنين ونزودوا بها في الجهات ذات الاختصاص اللي ننشر فيها يوميا على صفحه الشركه، يقول لي احنا لاحظنا ان انتم مزودين الشركه المحطه اللي رقمها كذا كذا واللي اسمها كذا كذا، لكن المحطه هذه للاسف راهي ما اشتغلتش اليوم. طبعا هدايا احنا ماهوش تخصصنا احنا كشركه البريغا، هذه تخصص الجهات الرقابيه والجهات المعنيه بالموضوع هذاي، ولكن شركه البريغا حرصا منها ومن عشم المواطن فيها درنا اكثر من اجراء واكثر من خطوات، ولكن بصراحه الاجراءات القانونيه واللوائح التشريعيه للدوله ما تسمح لناش احنا نتبع المواضيع هذه. واضاف المتحدث باسم شركه البريغا بان الشركه تسعى بالتعاون مع امن المنشات بانشاء منظومه تتبع الوقود للحد من ظاهرة تهريب الوقود، وذلك عن طريق حساسات بالخزانات دورها تسجيل الكميات المتبقية بالمحطات. طبعا فيه برنامج لتنفيذ مشروع هذا اللي هو المنظومة تتبع الوقود، واللي هو يقوم يبدأ من تزويد ناقلة الشحن الوقود للمحطة من خروجها لعند المحطة، بالإضافة إلى أن في الخزانات اللي هي في المحطة حيكون فيه سنسر أو حساسات، بحيث أننا لما نزود المحطة مثلا بأربعين ألف لتر، الأربعين ألف لتر كل ما يباع منها يعطيني هنا في غرفة التحكم كم تم بيع الكميات اللي.
ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع تويتر أنها وبمشاركة الوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية قد بحثت مع المجلس المحلي ولجنة الحوار تورغا إجراءات نزع الألغام والعودة الآمنة والكريمة للنازحين، وذلك بحضور منظمة حقول حرة والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب. يشار إلى أن أهالي مدينة تورغا قد بدأوا في العودة التدريجية إلى مدينتهم، حيث يتواجد في المدينة حاليا حوالي 1000 عائلة. قالت المؤسسة الليبية للاستثمار أن هناك تحركات دبلوماسية في مختلف العواصم العالمية لحشد التأييد للموقف الليبي من أجل المحافظة على الأصول المجمدة وحمايتها. أوضحت المؤسسة على صفحتها الرسمية الثلاثاء أن مجلس إدارتها ناقش مع نائب رئيس البعثة البريطانية بليبيا أنجس ماكي مسألة الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالاستثمار ودعم المؤسسة في عدد من المجالات. عقد مصرف الجمهورية اتفاقا مع شركة سمارت ستريم للخدمات التقنية والمالية لتوفير رؤية أفضل في النقد والبطاقات والصفقات والبنوك المركزية ومعاملات الدفع في جميع فروع المصرف. ويعمل مصرف الجمهورية حاليا على 170 فرعا في جميع أنحاء البلاد، ويواجه تحديات كبيرة في توحيد إجراءات التسويات. أوضحت الحكومة التابعة للبرلمان المنحل الثلاثاء أن صرف الحكومة لا يتعدى 6,500,000 دينار، منها 4,500,000 دينار كمرتبات للمواطنين العاملين في نطاق الحكومة. جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها. اذكروا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد في وقت سابق بأن المصرف المركزي الموازي في الشرق قد صرف 21 مليار دينار ليبيا في عام 2017 فقط. بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مع مركز البحوث والدراسات ودراسات الطاقة الشمسية سبل التعاون في استخدامات الطاقة الشمسية وإمكانية الاستعانة بالمركز في اختبار معايير ومقاييس الجودة للمعدات المستعملة حاليا في توليد الطاقة الشمسية. وقد تم الاتفاق على أن يلعب المركز دورا استشاريا فيما يتعلق بمنظومات الطاقة المتجددة وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل للرفع من كفاءة قطاع الاتصالات وتطوير التقنيات المستخدمة في مجال الطاقة التي تشكل العصبة الحيوية للقطاع. عزا المتحدث باسم جهاز النار الصناعي توفيق الشويهدي سبب انقطاع المياه عن بعض مناطق وأحياء طرابلس وما جاورها للاستهلاك الزائد للمياه من المواطنين. الشويهدي في تصريح صحفي الثلاثاء طلب المواطنين بترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن مخصص طرابلس يفوق 500 مليون لتر مكعب يوميا. بيّن الشويهدي أن غرف التحكم بمنظومة الحساونة لا تخضع للطرح الأحمال من الشركة العامة للكهرباء، مطمئنا المواطنين بأنه لا تأثير لانقطاع التيار الكهربائي على المنظومة. يشار إلى أن المياه قد انقطعت عن بعض المناطق في طرابلس وخفض تدفقها في مناطق أخرى. أفاد مركز الأرصاد الجوية باعتدال نسبي في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية في المناطق الساحلية، درجات حرارة تتراوح ما بين 29 و33 مئوية. المركز على موقعه الرسمي الأربعاء أشار إلى أن درجات الحرارة في مناطق الجنوب الغربي تشهد ارتفاعا يصل إلى 46 درجة مئوية، منوها إلى أن الساحل من رأس جدير إلى سرد يشهد رياحا شمالية شرقية تبلغ سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومترا في الساعة، ارتفاع الأمواج بين ربع ونصف متر. وشهدت أغلب المدن الليبية مطلع الأسبوع الحالي ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وصل إلى 42 مئوية في طرابلس.
وإلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملة الأجنبية في السوق السوداء. وهذا تذكير بأبرز العناوين. فضيلة المفتي يؤكد أن ما يحدث لليبيا وسوريا واليمن هو تحالف دولي ينفذه عملاء الداخل. موقع عسكري يؤكد تسليم روسيا أسلحة لميليشيات الكرامة. ميليشيات الكرامة تشترط تعيين الشكري محافظا للمصرف المركزي لاستئناف تصدير النفط. وتابعتم ايضا البعثة الأممية تبحث مع محلي تورغان نزع الألغام بالمدينة والعودة الآمنة للنازحين. على أمل اللقاء بكم مرة أخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.